أهلا بكم. تصعيد ميداني على كافة الجبهات في اليوم الثامن من الحرب الروسية على أوكرانيا. العاصمة كييف شهدت قصفا روسيا مكثفا طال منشآت مدنية وحكومية، فيما أعلنت القوات الأوكرانية أنها أسقطت طائرة سوخوي من طراز 30 في منطقة إربين شمال غرب كييف. لعل الحدث الأبرز هذا اليوم هو الحصار المحكم لمدينة ماريبول جنوب شرقي البلاد، حيث أكد مجلس المدينة أن القوات الروسية طوقتها من كل الاتجاهات بعد قصف عنيف للمدينة. أيضا مدينة خيرسون جنوب البلاد سقطت بشكل كامل بيد الجيش الروسي، كما أقرت بذلك وزارة الدفاع الأوكرانية بعد معارك ضارية بين الطرفين. والآن إلى مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية تستعد لهجوم برمائي يستهدف المدينة. وفي مدينة خاركيف سجل الإعلام الأوكراني مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان في هجوم روسي على مبنى سكني في المدينة. كانت هذه أبرز التطورات في المعارك خلال الساعات الماضية، والآن نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية. Ребята, там.